وقال لنا لعبة حلقين وتقابلوا في كده ما تبعوش على عدي جمالك تاخد 90% نيجي الفايبرينجن والبروترومبين مع بعض كانوا دول الكواجليشن فاكتور طب مين اشوف ابص مين فيه فاكتور 1 فايبرينجن ومين فاكتور 2 يا ريت تكتبها بخط هو الفايبرينجن 1 بس تكتبها بالبلاستيك والبروترومبين ده فاكتور 2 يبقى دول الاربع وظائف اللي هم اساسيين النان سبيسيفيك ما عليهمش ولا سؤال في الكتاب بس بيجوا بالامريكان سيستم حطوا تهدر لألا ان هي معلش هتجيب قالت معظم الاسئله بس هي مش كلها. حاولنا نوسع بقى. A B C D A absorption and conservation. ليه الهرمونات ما بتنزلش في البول عشان متشال على لازم بروتين؟ سؤال ثاني مهم جدا. الليبيدز في الدم موجوده كفري ليبيد ولا كلازم بروتين؟ وليه؟ عشان تبقى صلب عشان تبقى دايبه ما توصلش الجدران وتدي اثروسكليروز. بي بافر لسه قايلينها فاكر لما قلنا البلازما بروتين موجوده كبروتينيك اسيد وشويه منهم عاملين صوديوم بروتينيشن يبقى البروتينيك اسيد يعادل القواعد والصوديوم ده على الصوديوم بروتينيت يعادل اسيد يبقى هو كومبليت بافر سيستم سؤال اهم البلازما بروتين تمثل قد ايه من البافر بار بتاعت السودس 15% تيجي مرتين مره السودس ومره تقريبا دي هي دي ما هو السودس تقريبا هو 15% يجيبوها بين طريقتين. ثالث وظيفه كابيلر بريمابي ان ثقوب الكابيلري مقفوله بالبريمابي. لازم اقول ايه؟ اكتب لي جنب كابيلر بريمابي على 200 ماينس هي بتنقص البريمابي مش تبقى فاهم انها بتسد الثقوب. بتنقص البريمابي. اخر سؤال بيجي بطريقه عكسيه. دلوقتي لو انت ما خسرتش مخك ما يشتغلش غير بالجلوكوز. اشوف مين يفتكرها السنه الجايه في التمويل. ذا اونلي فيول بإذن الله used by the brain is glucose. brain ما يحرقش غير glucose. لا يتعامل غير مع glucose. طب انت ما اخترتش. دي ليا ولا ليه؟ شكرا. عارف. يعني قلت مش معقول تجيب ثلاثة عشان. يبقى شكرا. اشربها على خاطر واشربها وعينه فيها. طيب. ده اتحط فيها ايه عملتك ايه الله يخليك؟ طيب. اتفرج انا بحب الدايت او الزيرو. طيب شكرا. يبقى تاني يا شباب. يبقى هتاخد شويه بروتين الكبد يتحولوا الى امينو اسيد. اي بروتين معمول امينو اسيد. والكبد برضه تقدر تحول الامينو اسيد لجلوكوز بعمليه تاخدوها في البايس اسمها جلوكونيو شيل. يبقى اذا البلازما بروتين احتياطي للدايت. السؤال ما بيجيش كده. السؤال بيجي ان هم دايناميك. يعني مش البلازما بروتين اللي اتولدنا بيهم هم اللي موجودين. ده كل يوم نفطر بشويه ونعمل غيرهم ونفطر ونتغدى بشويه ونعمل غيرهم دايناميك. وقلت لكم مين شاطر؟ مفيش غير حاجتين استاتيك كده. نيرفز وماسل دول بس اللي هم ما يتغيروش وسؤال داخل سؤال ما هي الماسل سيل؟ هي الماسل فايبر مش مايو فايبر الماسل سيل هي الفايبر يبقى مين حاجتين بس سؤال بره موضوعنا مين حاجتين الاستاتيك اللي بعد ايه؟ طب لو جاب لك شقه ثانيه البون هناخد نفس السؤال البون دايناميك يعني نكسر ونكون تمام يعني ننحت في البون نعمل ريموديلينج حسب الاحتياج يعني محتاجه جامد ولا محتاجه اقل زي في السبيت بابل في بتاع العظم بيضعف لان مفيش جاذبيه كل حاجه في جسمك دايناميك ما عدا اثنين ارسل ومصر وما هي البسط السن؟ مصر الحاجه طب دي ناس خلاص اي حاجه تجيلك دايناميك ما تتردش ده اربع اسئله مش في كتاب الام سي يو بس قلنا نكمل الصوره طيب باقي للايجي ريشيو بعد كده. السؤال جه ان هو نورمالي اكثر من واحد لان الاليوم اكثر من جروبين 1.2 1.6 حسب طريقه الفصل. لكن ما جاش سؤال وهو مهم جدا هو بيقل في مرضين مهمين جدا ليفر ديزيزز اند كيدني
جديد، ده مش موجود عندنا. السؤال بعد كده عبيط، البروتين دو نوت فاجوسايت بكتيريا، الانتي بادي هو ايه؟ افهم السؤال قيمته ايه؟ ان الايمونوجلوبولين دي بلازما بروتينز ما بتاكلش البكتيريا، دي بتعمل لها اجلوتينيشن ويجي كومبلت يعمل لها لايك. عشان يعني انت فاهم السؤال عبيط قوي ده، لان جزء من البروتين هو الايمونو ايه؟ جلوبولين. يعني الصوره الحقيقيه لهذا السؤال مش اللي جت عندنا، ان الايمونوجلوبولين دو نوت فاجوسايت بكتيريا، ما بتاكلش البكتيريا، انما بتمسكها بس. مين يكسرها؟ مين يكمل؟ كومبلت. ار بي سي. اول سؤال ده سؤال عام، اي سيل جواها مين اكتر؟ بوتاسيوم، الصوديوم طبعا. طب السؤال ده اللي هو خدناه اللي هو اخر سؤال اخر. الفايبرينج مسؤول عن بلازما فيسكوس. الار بي سي لا فيسكوس. يبقى الكلمه المهمه مش فيسكوس. مين بلازما؟ فايبرينج. مين بلاز؟ ار بي سي. الالم اللي هو قلناه ده الاثنين اللي هتاخد منهم بيك دي. فاكر لما اتعلمت نائب تغيير وكنت بقى خطبت وانا طالب واتجوزت اول ما اتخرجت يعني حبيب عايز معيش فلوس فقعدت في جهاز تغيير كده كنت بيسميه وبيلف بيه كان 500 جنيه وده مبلغ يعادل حوالي دلوقتي مثلا 30,000 خدت ثمنه من ابويا ثلاث مرات محتاج جهاز ده جدا عشان اشتغل استنى لما ينفع اقعد عاوز اعوض تاني الحياه مش عارف فلوس هروح فين فانت النهارده تقول انا عاوز استثمر في قلمين بقى بيفهموا كويس قوي بس ثمنهم كام؟ 100 جنيه اشتري بقى بخمسه سنين حط في بقى جنيه خلي روح ابويا بيقول لي انا فاكر الجهاز ده مش غريب عليا نزلت لك حاجه زي كده انت جهاز تاني خالص اسمه ايه؟ طيب سايز اوف ار بي سي بيزيد في الفينس بلاد كلها صار هنشرحها بالسبيشال بالتفصيل باذن الله. الار بي سي اللي راحت للانسجه بتاخد كلورايد بتاخد بايكربونيت يعني الايونات جواها بتزيد وبالتالي الميه تزيد وبالتالي حجمها بيزيد يعني بتروح بحجم قليل وترجع بحجم كبير. الار بي سي سايز اللي ما تكريت فاليو في الفينس بلاد اعلى من ارتيال بلاد بس ده اساسا سؤال سبيشال احنا خد يجيبوه وحاطينه على البلاد بس هو اساسا سؤال ريسبيريشن. طيب معلش بص يعني هو بص يا حبيبي الفكره كالاتي ان يعني انت فاهمه طريقه الاسئله عندنا بتيجي ازاي فيجي يطلع اللي يطلع لك كل واحد ونصيب انما هو اساسا سؤال ريسبيريشن فممكن تاني يجي في البلاد تاني يعني هم الاختصار ما حدش بيقلق اسئله هم بيجيبوه فرعات في كده يعني كيف في النص تبقى مش تبع الطب سؤال تبع من فوق شكله تبع الطب ايه؟ عدد كبير جدا جدا من خلاص؟ لا بص ما ينفعش تحفظ دي اجابتها ايه وبي سي لا ما ده لان هم بيجيبوها بالنص ملخبطين ايه بي سي عشان تبقى عارف طبعا اللي ما عارفين انكم بتعمل العامله دي واخدها بالشبك. لا شغل بصمجية بقى. اسم ال اسم اريثروبويدس. طار السؤال ده ثلاث مرات ان الاريثروبويدس بتحصل في الهاي التيتيود. يعني بطريقه ثانيه اي حاجه فيها ديكريز بريشر اوف اوكسجين. اعتقد ده بيحصل في حاجات ثانيه زي اللنج ديزيز هارت ديزيز انما اي نقص في الاوبشن يزود السوبيتين يزود الالكتروبويز طب هذا الالكتروبويز معناها قتل في الكيك مين اهم عضو بيطلعه؟ كيكي كيكي هي اللي بتطلع هذا الكلام 75% فده سؤال مهم نيجي الايرن خد بالك الكلام بيتعاد الايرن نقيض البي 12 يمتص منين؟ أكثر فرق سمعت لكم ليه؟ لأنه عشان يبقى دايم فلازم يبقى إيه اللي بخير ولسه ما اتعدلش لسه لازم يشتمع قوي جدا فيبقى من أكثر فرق أوف سمعت التسعة خدناها بفيرس ولا فيرك؟ ليه عاجبينها؟ لأن الكائن باسبورتر بيشيل الثنائي اسمه كده باي فيلر باي فيلر بيتالك ترانسبورتر
وبأكت فرص. لأنك الأول بتاخد كل الأرض أنت عاوزها يعني في مهارته هاي يبقى أكت. بس بعد كده ما تمررش الدم اللي مش عاوزه تسيبه هو الثاني. مفقود يا ولدي مفقود. لما هو أكت فرص أكت. طيب وبعدين فيتامين سي مهم لتحول فرق إلى فرق. سؤال طب بيحمل في الدم على إيه للمرة الثالثة؟ اللي هو ايه ترانسفيرين بيتا جلوبين. طب هل في وظيفه ثانيه بيتا جلوبين اللي هنشوفها فين ولا لا؟ كوجليشن فاكتس بيتا في 12 فوليك اسيد مهمين لعمل الجي ان اي والجي ان اي مهم للجي ريشن خلاص؟ ده هو مهم لل عشان كده الاستومك هيلبس الابزوربشن اوف بي 12 اند اير لان نفس الخليه اللي بتطلع انترنسك هي اللي بتطلع الحديد. فامبارح حتى قلت حاجه لطيفه وبعدين فوجئت ان من ضمن الحاضرين كانت دكتوره فاستير. قلت لهم هقول لكم حاجه هقولها لكم النهارده. الطبيب الواحد عنده الليبر بايظ او الليبر بايظ يبقى هنا في نقص في البي 12 وفي الحديد. شكل الانيميا هتبقى ايه بقى؟ هتلاقيك اول مره كنا نعرفها. لو مفيش بي 12 يبقى مش هيحصل ديفيجن فهتبقى ماكروسيتي. خليه كبيره. طيب ومفيش حديد يبقى مفيش هيموجلوبين تبقى مايك هايبوكروميك. يبقى ماكروسيتيك عشان مفيش بي 12 ما منقسمتش على الكبيره ومفيش حديد عشان نعمل هيموجلوبين فبقت ماكروسيتيك هايبوكروميك. بس قلت السؤال ده حتى مش في امراض بطنه في اللي هم الاندر جرادويت البوست جرادويت. انا بقول هذا الكلام انا ما اعرفش على الاطلاق فانت على فكره انا فاستير يعني كم ده تمني سؤال مش عارفين اجابته ازاي. دي الاجابه. لو الخليه اللي بتطلع البي 12 والفوليك اسيد او الاير ديبوزيت او الليفر بيحتاج الاثنين ايه نوع الانيميا؟ طب الاثنين ناقصين. واحده الخليه كبيره ماكرو ما فيش بي 12 ما فيش كبيره. وما فيش حديد يبقى ما فيش ممكن. يبقى هايبو كروم بس ده مش علينا. فين ال الباراتال سيلز في المعده هي اللي بتطلع الانترنسك فاكتور اللي مهم البي 12 وبتطلع الاس ال المهم الاير. طيب عشان كده قلنا الاستومك هيلث الابزوربشن وبي 12 اند اير لان الخليه اللي بتطلع الاثنين بتطلع الانترنس البي 12 والاس ال الاير اسمها الباراتال سيلز. وقلت لهم امبارح وبقول لكم تاني انا مش مركز على النظر دلوقتي مش نظري هركز عليه الترم الجاي اسئله بقى صعبه مش قادر اللي بجيبها. بجيب لك سؤال organs and tissues مش دلوقتي involved in erythropoiesis. ايه الانسجه والاعضاء اللي مهمه للإريثروبويزيس؟ اقول لك حاجه معظم الحاجات involved. المعده مهمه لتكوين ار بي سي لانها بتطلع لسه قايلين البي 2 البرنسبل البي 12 والاس ال للاير. الابر بارت اوف سمول انتستين بيمتص منه الحديد. اللور ايليم بيمتص منه البي 12. الليفر والكيدني بيعملوا اريثرو بروتين والليفر بتختزل البي 12 والاير. خلاص الثيرويد هرمون مهم للاريثروبيتين اندروجين تسك اللي بتطلع اندروجين تزود ار بي سي. فهديكوا اسئله اجابتها مش تحت عنوان معين. اذا بتقرا الموضوع كويس وتكتب اسي مع محترم ايه الاورجن والتيشوز اللي بيتداخلوا مع الاريثروبيت؟ كدني وليفر وسبلين وكله. السبلين والليفر كانوا بيعملوا الار بي سي قبل ما يتكون بون مارو وفيه. يبقى السبلين داخل في القصه. وتكتب لي رول الليفر كاملا بقى. يختزن اثنين ويصنع اثنين ويعمل الار بي سي وانت لسه في فيتاس اول ثلاث شهور هبقى اشوف تجاوبوها ازاي. عندي كام سؤال كده وسعوا مداركك في النظر بس مش دلوقتي لسه انت عمك ضايع. نص ثاني باذن الله. طيب انيميا بقى. الانيميا قبل ما اقولها عاوز اقول ثلاثة انواع وسبع اسباب. الماكروسيتيك سببها حاجة في ايه؟ بي 12 وفوليك اسيد فما حصلش اكتئاب فبقت ماكروسيتيك ماكروسيتيك بس. اما المايكروسيتيك هايبوكرونيك هي ليه متغيرة؟ مفيش هيموجلوبين، الهيموجلوبين مقسم روحها لاثنين. مفيش هيم ده حديد ده اهم سبب. او مفيش جلوبين ده الثلاستيميا. لان قلت الثلاستيميا بيبقى فيه ديفكت في الجين اللي بيعمل الجلوبين. اما سبب النورموسيتيك نورموكروميك ثلاثه ابلاستيك
acute hemorrhage and hemolytic anemia. نيجي الحته بقى اللي انا عاوز الناس اللي مش معانا اسمعوها كويس. دلوقتي بنقول نقص الحديد بيخلي الخليه مايكروسيتيك يعني صغيره هايبوكروميك فيها الموجب الغالي. انتبه عشان تطلع فاهم كويس قوي. يبقى نقص الحجم الار بي سيز انخفض للنص عشان كده قلنا عليها مايكروسيتيك، لكن الهيموجلوبين ما انخفضش للنص، انخفض للربع. بس ستيل برغم حجم الكره الانخفاض في الهيموجلوبين اكثر عشان كده سميناها مايكروسيتيك هايبوكروميك. بالاعداد هو الاعداد لا تكذب. انه الار بي سي حجمها انخفض للنص بس الهيموجلوبين انخفض للربع. تعالى بقى بالعكس نقص البي 12 والفوليك اسيد. ماكروسيتيك الخليه بقت ضعف الحجم. عارف الهيموجلوبين بيزيد هو كمان للضعف. يبقى الهيموجلوبين مواكب لحجم الخليه عشان كده قلنا ماكروسيتيك بس. لو كان حجمها زاد للضعف والهيموجلوبين زاد اربع اضعاف كنا قلنا ماكروسيتيك هايبر كروميك اللي هي مش موجوده في العالم، هي ماكروسيتيك بس وبيغلط فيها معيدين. خلينا نقولها بطريقه مهذبه، ده كان في كتب عندنا الماكروسيتيك هايبر كروميك، يبقى معناها المعلومه مش واضحه في ذهن الناس. لو الانخفاض في الحجم او الزياده في الحجم مواكبه مساويه تماما الانخفاض او زياده في الهيموجلوبين تبقى ما تقدرش تقول الهيموجلوبين ضايع. لكن ليه بنقول دي مايكروسيتيك هايبوكرونيك؟ تاني مايكرو انها سي انخفض حجمها الى النص. بس الهيموجلوبين ما بقاش للنص، لو النص كان بقى مواكب انخفض اكتر للربع فبقت مايكروسيتيك وستيل برغم حجمها الصغير الهيموجلوبين جواها اقل واقل فبقت مايكروسيتيك هايبوكرونيك. لكن في البي 12 والفوليك اسيد سي بالارقام حجمها زاد للضعف تبقى مايكروسيتيك والهيموجلوبين زاد للضعف نورمو كرونيك لان مواكب في الضعف والهيموجلوبين في الضعف. امتى كنت اسميها هايبر؟ لو كان زاد ثلاث او اربع اضعاف. وطبعا المفهومه الثالثه نورمو سيتيك نورمو كرونيك يبقى حجمها طبيعي وتحتوي الكميه الطبيعيه من الموجب. فعندنا مايكرو سيتيك هايبر كرونيك نورمو سيتيك نورمو كرونيك لكن فتح ودنك بقى ماكرو سيتيك بس ولا بيبقوا بالاشاره فيك تفهموا ماكرو سيتيك واشكر لان ممكن من ده بنفس النسبه مش ما زادش ده بس بنفس الايه؟ من امتى كنت بتقول هايبر؟ لو زادت زياده اكثر غير مواكبه. بس الناس اللي حضروا معانا اول مره عايزين يفهموها في ناس كانوا معانا شويه كونفيوز فهموها قوي. شكرا ما تبصليش فيها. انت واخد ثمنها في الاقلام الاثنين فلوريس انت ولا هتاخدهم؟ انا اديتك الفكره يعني الفكره مش يعني ايه يعني انت ممكن تقل اكتر من نقص في الارض حاجه منطقيه زي الكره في القدم لما تنفخ هواء قليل قوي يبقى الهواء اللي هو اقل بكتير حجمها يقل بس الهواء ستيل اقل واقل عشان كده بتبقى طريقه حاجه زي كده. شوف الكوكاكولا ده نحكي عنه حاجه بقى. اول مشروب عملوه في امريكا الكوكاكولا. بعد ما كان حلو يكتبه. قالوا احنا نحط عليه بيبسن بتاع الهب. نسميه بيبسي كولا. دي كتاب التركيه. قال لك نحط عليه كالوريز يبقى مهم للسبورت بس المشروب ده ما نجحش قوي. فسموه سبورت كولا. عشان كده اعلان كوكاكولا يقول لك كوكاكولا هي الاصل. فهمت هي الايه؟ الاصل وبعد كده اتعمل البيبسي كولا حط عليها بيبسي وبعد كده اتحط عليه كالوري بس ما يشوف فشل اسمه سبورت كولا. انما كوكاكولا هي الاصل. شكرا على الاصل. وعلى الاصل دور. طيب تاني بقى. دي فقط على المدفع. فين مذكرة السرقة؟ يبقى فهمتوا حته فايت وهايبو كامل، بص بقى هنا في الام ستوري جايبها بطريقه ذكيه. طب اسباب الابلاستيك انيميا اختار لي
القفطاجي اللي هو الهيموليتيك، الطفل عنده سيكل سيل انيميا، كفطره الار بي سي. الثانيه ما اختارش، اختار حاجه لذيذه قوي، قال لك عيان عنده فشل كلوي. يبقى ما فيش انسترو بروتين، يبقى الام مره ما اشتغلش. يعني تعددت اسبابه والموت واحده. البوم مارو بايظ، البوم مارو مش لاقي ريتروبيتين ما اشتغلش، فيدي برضه الكلى المفروض تدي نورموسيتيك نورموكروم. فكر بيه. يعني ما ادالكش السبب اللي انت معتاد عليه، الكلاشيهات اللي انت حافظها. انت حافظ ان النورموسيتيك نورموكروم دي يا بوم يا اكيوت هيموريج يا اما هيموليسيس. طب ما هو بوم مش هيشتغل لو ما فيش ريتروبيتين، فيبقى رينال ديزيز بتعمل نفس القصه دي. نفس القصه. طيب نكمل. اما الهايبوكروميك مايكروسيتيك فجاب اهم سبب ليه؟ اللي هو نقص الايه؟ حديد، نقص الحديد. مره جابها بسبب السبلاي انه في ديكريس في الانتيك او الابزوربشن، ومره جابها بسبب الديماند ان في كرونيك بلاد لوس اللي هو اشهر سبب على فكره. حتى انا قلت لكم معلومه مش كتابنا. مين اشهر سبب للكرونيك بلاد لوس في مصر؟ لكن ستوما سميناها الفامباير اللي هي الدوده اللي بتتغذى دم بس في الجسم، يعني تنهش في جدار الامعاء وتشرب دم بس. فاهم سبب في مصر الارتفيشنت انيميا هو في الريف الانتيستوما. طيب الماكروسيتيك جابها الاثنين، يا نقص بي 12 يا نقص كل الاسم. تاني بقى انا اقول الكلمه وانتم تكملوها. مايكروسيتيك مع ايه؟ مايكروسيتيك ايه؟ هايبوكروميك. نورموسيتيك ماكروسيتيك. برافو عليك. These are my students. نيجي بقى للغباوه. الغباوه ان الطالب يقول لك ايه؟ الماكروسيتيك اختار الاجابه الصحيحه. ليه قلنا عليها ماكرو؟ عشان يمين كورباسكولار فوليوم زايد. مش عارف. صح صح. مش هبص حتى عشان ما احرجش للتاني. الماكروسيتيك ليه قلنا عليها ماكرو؟ عشان المين كورباسكولار فوليوم زايد. لكن هل الباك في الفوليوم زايد؟ لا طبعا. هما لان عددهم قليل جدا فحجمهم مع بعض كل واحده زايده، كل واحده على حده زايده، بس لان عددهم قليل جدا فحجمهم مع بعض الباك في الفوليوم قليل. واذكرك تاني معلش ان ده يكون بره المطار. زي ما قلت لكم ثلاث حصص بسميها انا فاين تيونينج، يعني ضبط نهائي للمعلومات. فاين تيونينج العربيات تقول مش عارف كده، تقول له عاوز اظبط العربيه اعمل لها فاين تيونينج. خلاص تظبيط يعني بالظبط. تاني عشان اللي ما بيسمعنيش هيغلط في الام اس كيو. يبقى ليه قلنا عليها ماكرو؟ لان تفهم عربي واحده كبيره انها المين كورباسكولار بتاع الكورباسكولار واحد كبير. لكن هل مع بعض هتكون كتير؟ لا طبعا، ان عددهم قليل جدا. هم كبار بس لانهم قليلين جدا فالحجم الاجمالي قليل. بدليل اقول لك حاجه تاني. اما قلنا الثلاثه يشتغلونها عشان ما تزعلش. عشان الان عنده انيميا، اي نوع انيميا من الثلاثه اللي قلناها المايكرو هايبو والنورمو نورمو والماكرو، لازم في الثلاثه دول يبقى عندهم نقص في الار بي سي كاونت والهيموجلوبين كونتنت وافتح وانت والبابسل فوليوم ناقص في الثلاثه. في الثلاث انواع من الانيميا الثلاثه ناقصين، اوعى تنسى في الثلاثه الثلاثه ناقصين. امال بنشخصها كبيرة وصغيرة بين واحدة مش بيهم مع بعض. مع بعض في الثلاث انواع من الانيميا العدد ناقص وبالتالي الحجم ناقص وبالتالي الهيموجلوبين ناقص في الثلاث انواع. انما لما نمسك واحدة بس اللي هي كبيرة تبقى ماكرو، صغيرة تبقى مايكرو، طبيعية تبقى نورمو. عشان برضه يضحكوا عليكم بالعكس يقول لك في النورمو سيتيك نورمو كرونيك انيميا الباك فوليوم نورمال. طبعا غلط. في اي انيميا من الثلاثة، في اي انيميا من الثلاثة الثلاثة يشتغلونها يحطونها ثلاثة ناقصين. خلاص في أي نوع من الثلاثة مش هعوض من داري. الثلاثة ناقصين، مين هم الثلاثة؟
ثلاثة العثمانيين ار ديزيز كاونت بتاعهم كلهم. الهيموجلوبين كونتنت ب 100 سم انفكشن فوليوم مار. انما مين كورباسكولار فوليوم زايده في الماكرو ناقصه في المايكرو نورمال في النورمال. فقطع هذا الكلام عن الماكرو، يبقى في الماكرو اختار الاجابه الصحيحه. مين اللي زايد المين كورباسكولار فوليوم ولا الفاكتل فوليوم؟ انما وات اباوت الفاكتل فوليوم؟ والا ما كانش يبقى عنده انيميا. I hope I'm clear and I'm always clear. الا بقى اللي واحد ملخبط في دماغه عامل له ايه؟ كوتش انت شربت بتاعتك ولا شايلها لي؟ ما تشربش. لا انت شربت. مش طالعه يعني من القلب. القلب وعايز تطلع في واحد عشان المقاس كده مش طيب. الليفر ديزيز بتدي انيميا عند نوت فولي تايبيد. فاكر قلنا ليفر ديزيز ما بتراجعش سؤال بالصعوبه ده، ده بيجي في البوست جراديوت عندهم. لو في الليفر هيبقى نوع الانيميا ايه بقى؟ فدي مش عاليه، دي مش سؤال، دي حاجه الواجهه الاجتماعيه، هتبقى ماكروسيتيك عشان ما فيش فيجوال، وهايبوكروميك عشان ما فيش حديد. وتبقى حافظ الثلاث معادلات فم اللي بيجوا مساء يا شباب. لازم بيجي في الميد يير مساء. اتصلته بطريقه حلوه، قلت اشطر كلمه مين كورباس. لو هو عاوز الفوليوم ازاي تجيب حجم الواحده؟ لو تقدر نقسم حجمهم كلهم باكس الفوليوم على عدد او سيت كام. وللتصحيح نضرب في 10 عشان نقول التصحيح دلوقتي. لو عاوز المين كورباس كور هيموجلوبين، عاوز الهيموجلوبين في الواحده. تقسم كمية الهيموجلوبين على عدده يطلع بتاع الواحد وتصحح ب 10. إنما مين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن؟ انسى الطب. هو ما هو تعريف الكونسنتريشن؟ تركيز المادة الكولا في الإزازة دي. كمية في حد وممكن أقول فيها كمية كذا وأسكت تفرق، هل في حجم صغير أو مثلا لو جبت المرة الجاية فبي طيب؟ يبقى تملي التركيز عبارة عن إيه؟ كمية حجم، يبقى نقسم كميه الهيموجلوبين على حجم الار بي سي، ودي الوحيده اللي بنضرب في 100. قلتها بطريقه ثانيه، بعد ما تشطب مين كورباسكو لو بقى حرف واحد تضرب في 0.1 و10، اتبقى حرفين هيموجلوبين كونسنتريشن. طبعا شرحتها علميا في اوانيها، ما ينفعش حصه واحده بقى اقول الرد اللي قدامي 12 حصه وعليه كيسز اشرحها ثاني، فيعني اعذروني اديني قلت الطريقه، لكن الشرح قدام في الكورس. لو بقى حرف واحد بعد ما شلت مين كورباسكولا تضرب 0.1 و10. انما مين كورباسكولا هي ممكن الكونسنتريشن حرفين فاضلين، هي ممكن الكونسنتريشن تضرب 100، وانا حتى حاطط لك الدوائر عشان تاخد بالك. لما يبقى حرفين فاضلين بعد مين كورباسكولا يبقى 100، حرف واحد يبقى ب10، وانت هتداولهم بالاعلام الفلورسنت هم ثمنهم. بتكتب ايه ايه ايه؟ هم 100 بس، عيب تضحك على ليه؟ ليه تضحك على ايه؟ انسان كويس. طيب. هيموجلوبين افتر كومبايند ويز اوكسجين بقى يقعد برضه في الفيروس فور. فاكرين؟ فيروس برضه. لانه الفيرنج ده بيبقى يسموه ميت هيموجلوبين، بعيد عن كونه هيموجلوبين، قلت بسبب الاوكسيدانت، فاكرين؟ والناس عشان كده بتاخد انتي اوكسيدانت. الاوكسيدانت في الاكل والشرب والهواء هما دول اللي بيحولوا الفيروس الى فرق. هنا ما بقاش هيموجلوبين، بقى ميثي موجلوبين. قلنا ميثي يعني ايه اللي هو؟ ده يعني مش هيموجلوبين، لان ده ما بيشيلش اوكسي ونوال. ده ما تغلطش في الام اس كيو، الاوكسي وريديوز، الاوكسي والدي اوكسي، ما هو الدي اوكسي يعني ريديوز، هما الاثنين فيروس، لانها عمليه اوكسجينيشن مش عمليه اوكسيديشن. طيب هنا بقى ده سؤال هما يعني قفلوه، الافينيتي اوف هيموجلوبين تو اوكسجين بتقل فين؟ يعني امتى الهيموجلوبين تفكر بهدوء؟ المفروض يسيب اوكسجين اكتر انسجه لما الانسجه تشتغل اكتر. طب قول لي السر، لما الانسجه تشتغل اكتر بيزيد اربع حاجات CO2 والهيدروجين ايون بيطلع اسيد والتمبر الانسجه بتسخن وبتكسر جلوكوز فانتوم دي تي جي. ربنا خلى كل واحده على حده، فما ادراك الاربعه مع بعض تغير شكل الهيموجلوبين تخليه يسيب اوكسجين. وحفظتها الاجيال بطريقه سهله.
the more the activity the less the acidity. يبقى فيها كنترول. كل ما الانسجه تزود الاكتيفيتي يبقى عاوز اوبشن اكتر، اللي ممكن نسيب اوبشن يبقى تقل الاكتيفيتي. ذا مور ذا اكتيفيتي ذا ليس ذا اكتيفيتي. طيب نيجي ايه الفرق بين الفيتال هيموجلوبين والاذر هيموجلوبين؟ مش موجود في الاذر انما بيتكون بعد اربع شهور من الولاده. ده سؤال لوحده عشان الواحد يقول لك الاذر هيموجلوبين مش بيتفورم للاذر. لا، من بعد اربع شهور من الولاده يتحول الفيتال هيموجلوبين الى وسؤال بداخل الاجابه وهنا غلطه من الاخطاء لم تصلح. من يعطي من؟ المفروض الام اللي هي الاذر يدي ال فيتال، يبقى الاذر هيموجلوبين عنده ايه؟ اكريتي، بينما الفيتال عنده اكريتي اكريتي، صلح كتبتها انا بسرعه كثير. يعني الاذر عنده ليه اكريتي، الام بتسيب ابنها والابن عنده بار اكريتي. صلحتوها؟ مكتوبه الليكس مور والمور ليكس. قلت لكم سؤال من السؤال اللي داخله الاجابه. نيجي الار بي سيز بقى يا شباب. فورم قلناها قبل كده دي في الكيس. في الفلات ولا في اللونج بونز؟ فلات بونز. بعدين اللايف سبان 120 دايز. وبعدين الاير والامينو اسيد والجلوبين ار ريسايكل فور نيو ار بي سيز. كل ده قلناه مش كده؟ نيجي بقى للايه؟ التلقين. قوي. برافو. فانت محتاج اكتر. الهيموجلوبين يديك اكتر. الاكتيفيتي يا بابا مش اللي شايل. قابليه الاوبشن هو انت عاوز اكتر. يبقى لازم هو يديك ولا ما يديكش؟ يديك. يبقى عشان يديك لازم يديك الاوبشن دي. يديك يعني قابلية الاوبشن قلت فتمرولها. ده الفكرة. هيموستاسيس الدواء قال لي مذكرة. تلبسها زي ما انا عاوز. قال لي بقى جمال لا كده هبقى منظري يحفظ الطلبه ان انا اديتهم ورق قبل كده وعدت لهم تاني. يا حبيبي مش فارق انا بيشتروا القلمين ب 100 جنيه. انا عايز احفظ. طيب المهم شكرا. طيب اتفاق اربعه هنا وهنبتدي بالهيموستاسيس لان ده انا الحته دي اشطبها دي ما انا قلتها بل احطها في الوسط عشان اقول لك. هيموستاسيس لعقاب النزيف. It involves يعني تشمل يؤدي ثلاث عمليات اساسيه. Vascular spat fashion. وبعدين plug. وقلنا لو جرح صغير مش محتاج ترجمه، سباد دول قوي. السباد والسباد اللي هم موجودين في الكيسك. اما لو جرح كبير وتحتاج بالاضافه الاثنين دول تعمل طيب. كوريكت سيكونس قال لك رتب. طبعا هنا نص فايبري رايسز يعني دي كانت الاجابه الغلط ان احنا عمليه ايقاف النزيف ما بنكسرش الفايبر. خلاص؟ فبنكسر خد بالك سؤال جميل ليه؟ احنا بنكسر بس مش الفايبر. كسر الفايبرينوجين لفايبر. عشان برضه تبقى فاهم جمال السؤال. هم مش بيكتبوا حاجات كلمات شكلها عبيط. لا، انت بتكسر الفايبرينوجين الى فايبر لكن ما بتكسرش الفايبر. كسر فايبر انت كسرت الجلطه. كوريكت سيكونس قول الترتيب الطبيعي. فناخدها من الاخر الاول. احنا حاولنا ناخدها الاول. فورميشن وثرومبوبلاستين اللي هو تيشر ثرومبوبلاستين اذا كنت بتتكلم عن اكسبرنسك او بليت ثرومبوبلاستين اذا كنت بتتكلم على الانفانت. بعدين تحول البرو ثرومبين الى ثرومبين، بعدين الثرومبين يحول فايبرينجن الى فايبر، وبعدين الجلطه رخوه ومليانه ميه. فتعمل لها كلوت ريتراكشن تعصرها. وسط الاكتن ويل فايبر. قلت لما الواحد بيقع على ركبته تلاقي الاول يحصل جلطه طريه كده، ثاني يوم يلاقيها ناشفه. قشره ناشفه حلوه قفله حلوه دي. ايه اللي نشفها كده؟ ان الميه طلعت بالكلوت ريتراكشن. بليتلت
فانكشن انكلود، خد بالك نوت، يبقى السؤال بيجي ايه؟ نوت. فاحنا نقول اول هي انكلود ايه وداز نوت انكلود ايه. فاسكولار حاجتين قبل التجلط، الفكر بتعمل حاجتين قبل التجلط اللي هم لسه قايلينهم، فاسكولار سباس وتمبري بلاد، حاجتين بعد التجلط انك تنشف الجلطه تعمل كروت ريتراكشن وتقوي الفايبر. معكوش ده؟ ده دخل زي قبل كده. طيب مين معهوش الورق اللي انا شغال فيه ده؟ كام واحد؟ يا كعب يا ابراهيم كام واحد يا شباب؟ طيب حوالي ايه كده 15 20. بص المذكره دي ودي مش بتاعتي يعني مش بتاعتي يعني دي بس كده تعمل 20 واحد وليه واحده حتى 21. حد يسلم فيها. طيب نيجي بعد كده يا شباب. يبقى البليتلت قبل التجلط بتعمل حاجتين. طيب. اني عاوز ايه؟ طيب. اي حاجه من ده كويس. بصوا معايا. فالبيجلت قبل الجلطه بتعمل حاجتين، الفازو سباس والبلاك. بعد الجلطه بتستابيلايز الفايبرنت، بتقوي الفايبرنت. ازاي؟ بيبقى مونومير، قطعه واحده تعملهم كذا واحده، بوليمرايزيشن. يعني تخلي كذا فتله مع بعض فيبقى قوي، ده ازاي بتقويها؟ في ناس مش عارفه ازاي بتقويها ومش واخدين بالهم انا قلتها ازاي. ازاي فاكتور 13 بيقوي الفايبرنت؟ كانه بالظبط بيقتل فتل مع بعض، بدل ما هما كل واحده لوحدها مونومير مونومير بيعمل لهم بوليمرايزيشن، ده ازاي فاكتور 13؟ وفاكتور 13 في البليكتس عشان ما في وظيفه البليكتس، لان فاكتور 13 ده احد الكلوتنج فاكتور الموجوده في البليكتس. ده لا يمنع ان البليكتس بتساهم في التجلط، وعشان كده سموها ثرومبوسايت. ان كل الكواجيليشن فاكتور بتجمعهم على سطح البيت على الفوسفوليب ممبر بتاع البيت. حتى ده ليه اسم حضرتك تكتبها جنبيها بي اس 3 بيت فاكتور 3. يبقى الفوسفوليب ممبر ده دي اس اللي هو البيت الفوسفوليب ده بيسموه بي اس 3 نمره 2 اللي هي اثناء التجلط، مكتوب بالعربي اثناء التجلط. ده ما انا مش همسك كل واحد اوريها له فين بقى؟ انا كاتبها بالعربي بي اس 3 بيت فاكتور 2. يبقى ده ملخص جميل قوي غير ان سؤال ام اس كيو لوظائف البيت. اثنين قبل التجلط الفلاج ويل بعد كونسكشن، اثنين بعد التجلط يعصر الجلطه كروت ريتراكشن بالاكتروميزن لان فيه اكتروميزن ويشوف يقتل الفايبر بدل ما هرمون مين يعمل لهم بوليمرايزيشن. مين الفاكتور اللي بيقتلهم؟ 13 موجود في البيت. وستيل مهمة في التجلط، ده هي سموها ثرومبوسايت خلايا الدم. هي مهمة في التجلط، لأن كل الكوميشن فاكتور بيجي يتلموا عندها، على الممبرين بتاعها. اللي هو بيسموه بليتلت فاكتور 3. لكن مش وظائفها انيشيشن اكسبرنتك ورنتنتك، دي مش وظائفها. تبدأش هي. بليتلت اسيست ان يعني تساعد في الاريستنج وبليدنج باي. ريليتنج فاكتور يعملوا بعض كونستكشن اللي هي الباص بقى اللي هم ثلاثه انا حتى كتبتهم لك السيروتونين والثروبوجزام اي 2 والاي دي بي. اثنين ادهيرنج توجذر تو فورم بلاك. امتى بقى تبتدي القصه كما تحقق المهندس من سلامه الابنيه تتحقق الصفائح من سلامه الاوعيه. ايه اللي شافته؟ طب الاندوثيليال كولاجين كولاجين لو وقع الاندوثيليا وشافت كولاجين يبقى ده مصاب. تلزق وتعمل بلاك. رياكشن قدام. ريليتنج فاكتورز بروموتنج بلاد كواجيليشن. اللي هم مش من ضمنهم الكالسيوم، الكالسيوم ده غلط، الكالسيوم ده اكسترا سيلر ريد على البلاتلت خالص. اكسبوز كولاجين اور اندوثيليا ميمبرين اكتيفيت البلاتلتس.
فقلنا الاكتيفيشن بيعمل ادهيشن. فكنت فاكر اكتيفيشن بيعمل ادهيشن. ايه اللي قلناه ده؟ الادهيشن يعمل اكتيفيشن. ايه اللي ورايا يا استاذ؟ مش تقول لي خلاص الادهيشن. فاكر عملتها لك الادهيشن يعمل اكتيفيشن مش الاكتيفيشن يعمل ادهيشن. يبقى لما يلزق يبقى اكتيفيشن. مش اي حاجه ورايا يا استاذ. تربوا في ثانية ايه قيمة الصفحات الفاضية؟ تربوا في ثانية ايه اللي هو البروستاجلاندين وبليكليت. دي أهم مادة بروكو أجلس تساعد التجلط. بحكي إيه؟ تساعد الهيموستاسيس. أهم مادة في جسمك بروكو أجلس تساعد التجلط اللي هي تربوا في ثانية ايه إنها بتعمل بازو بروجيكشن وبتلم البليكليت. مين عكسها؟ بروستا سايكل اللي هي بتعمل عكس تماما. طيب نيجي للكواجيليشن. ده سؤال له طاق قوي. البلازما هي عباره عن بلاد شلت منه السيل. طب والسيرم؟ بلازما شلت منها الكواجيليشن فاكتور رقم 1 و2 وخمسة زائد ثمانية يساوي 13. شلت شلت. طب السيرم بلاد يديك كولوجين فاكتور. السيرم بلازما شلت منها كوجريشن فاكتور المهمين. واحد اثنين اللي هو معاك اثنين فادريجن بروسوبر وخمسه زائد ثمانيه يساوي 13. طب انا انقي بقى. Thank you.
الرجال كان في ايده، لان فاكتور 8 هو الوحيد اللي عشان يشتغل محتاج حاجه من بره الكلى هي البومب يبان. فقال لك هو الداتا في ايده بس ما يشتغلش لوحده الا لو جبت له بومب بالبراند. اللي هو مهم الفاكتور 8 ومهم الفليكس، هو اللي بيرفع الكيسز في كل شيء. عشان كده هو اسمع الحته دي، سؤال من اصعب الاسئله. ده الفاكتور الوحيد اللي ضمير لاول مره يطوى للكواجيليشن والجيلين تايم، في غيره البومب البراند. تبينا بعد كده ما تسيبهاش مكتوبه، بس يبقى خد بالك لما تجيلك. الفاينل رياكشن اوف بلاد كلوت هتعمل ايه؟ فربنا يحول فايبرين لفايبر. This is followed by polymerization of fibrin monomer. فهمت يعني ايه؟ ان هي خلط واحده، قطعه واحده، لازم تعمل لهم polymerization. مين فاكتور بيعمل العمله دي؟ 13 بتاع الكيس. Normal coagulation required مين الفيتامين؟ فيتامين كي. مين الاين؟ ايونايز كالسيوم. Not vitamin C or inactivation of heparin or plasmin. لأن البلازمين already inactive بصورة plasmination. Strengthic pathway بتبتدي Strengthic pathway بطولة مطلقة الفاكتور كام؟ 7. ومين اللي بينشطه؟ حاجة من بره البلاب التيشو، تيشو ثرومبو بلاس. فيبقى هنا initiated by تيشو ثرومبو بلاس اللي هو activate فاكتور 7. طب التيشو ثرومبو بلاس مع 7 كانوا هم دول اللي بيحولوا 10 الى اكتف 10. فتيجي انترنسك باث واي انيشيتد ازاي؟ بحاجه جوه الجسم اللي هو الطبق الدوزيال كولاجين لسه قايلينها، ينشط 12، ينشط 11، ينشط 9 مع 8 ما ينشطوش، هم نشطاء يحولوا 10 الى اكتف 10. هذا يعتبر فاكر. طيب بصوا معايا، نيجي قلنا الهيموفيليا مرض خاص بمين؟ بالانترنس. والهوم الثاني بقى 8 9 11 12. 8 هيموفيليا A، 9 B، 11 C، 12 مفيش. امال اسمه ايه؟ هيكمان فاكتور، هيكمان. تاني عشان كده احنا بنعرف ان نحفظ مع بعض، يعني الموضوع مش ان انت فهمت بس حفظت معظم الحاجات. فيتامين كي مهم لعمل البروترامبين جول اللي هو بروترامبين 7 9 10 7 و9 يبقى باظي سترنتك وانترنتك لو نفسك. طب فيتامين كي مرض عام يجي في الاولاد والبنات ويبوظ سترنتك كويس. انتي كلوبي ميكانيزم هنا يا شباب، انا في حته الضغط ما براجعش بس الكتاب، انا براجع الورد وايد ام اس كيو. فهمتوا بنعمل ايه النهارده؟ الاثنين اللي في الكتاب واللي في الدنيا، يعني مش هي حاجه برضه. دول. ما عدا بقى جروبنج بقى الحقيقه لما وصلتها بقى خلاص. تجربه الكتاب بس. هي سهله بقى بقى جروب، ما تقعدش بقى الاسئله زياده بس شفهيه. الانتي كلوبي ميكانيزم في ثلاثه جنرال وثلاثه سكيلز. ايه الحاجات اللي عملها ربنا؟ نسكت شهر ده لما نتكلم ده هيطول وقت. ربنا عمل ثلاث حاجات جنرال ثلاثة سبيسيفيك عشان لا توفق الله انت في رعاية الشباب، ما يحصلكش جلطة في القلب هي أول سبب لوفاة العالم. ثاني سبب لونج كانسر، ثالث سبب الستروك. فعشان ربنا عمل لك ثلاث حاجات جنرال، إن خلى الأندوثيليا بتاعتك سموث. لذلك يمنع تنشيط البليتلت ويمنع تنشيط فاكتور 12، فحافظ عليها. ما تاكلش اكل فيه كوليسترول. خلاص؟ ثاني حاجة إن ربنا خلى أي أكتف كلوتنج فاكتور تروح من ليفر تو بي أكتيفيتد، مش هروح طالب. إن أكتر واحد يصلح هو اللي صنع الشيء. تليفون سامسونج صلحه فين؟ ده طول النهار قافلنا في الإعلانات، أحسن حاجة الشركة اللي مصنعاها. فالليفر اللي بيصنع كل الكواجيليشن جروب هو اللي لو واحد فيهم اتنشط خطا يعمل له ايه؟ اكتيفيشن. ثلاثه الهيبارين. طب ثلاث حاجات سبيسيفيك وفي علاقه بينهم وبين نان سبيسيفيك. السموث اندوثيليا بتطلع البروستاسايت اللي هي عكس ثرومبوكسان A2 اللي هي تعمل فازو دايليتيشن وتمنع البليتلت
اجريجيشن. طب الهيبارين ينشط الانتي ثرومبين، الانتي ثرومبين 3 اللي هو ملوش علاقه بالثرومبين، بيوقف 4 فاكتور، 9 في الخير 9 10 11 12. سميناها غلط انتي ثرومبين، هو ما بيوقفش ثرومبين، هو 9 في الخير. فاول فاكتور يبقى رقم ايه؟ 9، وحطه ورا 3 كمان 9 10 11. طب مين اللي بينشطه؟ الهيبارين. وبعدين البلازمين، البلازمين ده اللي هو لو ما تخافش، لو بعد ده كله حصل جلطه انت حالك بالبلازمين. طب عشان البلازمين ما يتسيحش جلطه عاوزينها، فربنا خلاها في صوره ان اكتب اسمها بلازمينوجي. ومين اللي يحول البلازمينوجي بلازمين؟ تي بي اي، تيشو بلازمينوجي اكتيفيت. تي بي اي اللي هو لو نقص عندك هنديها لك كحقنه غاليه جدا. تي بي اي. طب مين ينشط التي بي اي ده؟ عيبه ان عنده انهيبيتور. وقفه. لازم نشيل هذا الانهيبيتور. تدي القصه من فوق. ان الاندوثيليوم اللي هي ضد السموث اندوثيليوم دي ما تحبش الانسولين. فتحول الثرومبين لماده تمنع التجلط. تطلع ماده اسمها ثرومبوكوندرين. فيتحد الثرومبس مع الماده اللي مطلعها الاندوثيليوم اللي هي ثرومبوكوندرين، يدي ثرومبين ثرومبوكوندرين كومبلكس. وحرف سي ينشر بروتين اسمه سي مع بروتين ثاني اسمه اس تشيله ايه؟ ادي القصه. دي اختصاص في دي الاسئله اللي فيها ده سيركوليشن السؤال ده. خلاص؟ ده هناخده البري كاليكرين والكاليكرين ده سؤال سيركوليشن اساسي. اللي هو متعلق بالهيكمان فاكتور، دي القصه اللي احكيها مع الهيكمان فاكتور. طيب نيجي الانتي كوجلانت ده. يعني احنا قلنا لك ربنا ايه الست حاجات اللي عملهم عشان خاطر دمك يقعد تاني. نيجي لنا احنا بقى المخلوق، احنا ازاي بنمنع التجلط؟ ان فيترو بره الجسم في بنوك الدم في معامل التحاليل ثلاث طرق. نحط اوكزاليت يرسب الكلسيوم او ستريت ما يرسبوش. يدي كالسيوم ستريت دايب بس مش متقيم ما ينفعش. طب سؤال داخل سؤاله عندنا السؤال ده، يبقى في الدونيت بلاد في بنوك الدم، دونيت يعني هيدو دم، بيحطوا اوكزاليت ولا ستريت؟ ستريت، لان لو حطيت اوكزاليت هيرسب الكالسيوم، هيبقى كيس الدم في راسب، في باودر تحت، حاجه يقفها النفس. شوف ده ما بيحطوش اوكزاليت انه بيرسب، بيحطوا ستريت. تاني حاجه بره الجسم في معامل تحليل هيبارين. ثالث حاجه ما حدش بيستخدمها، هيبطلوا التست تيوب بالسيليكون او واي، فما تنشرش فاكتور 12. طب نيجي جوه الجسم مفيش غير عقارين، الهيبارين والداي سوبرول. ايه اهم معلومه في الهيبارين؟ الهيبارين ده مساعد البطن. ما بيمنعش التجلط، هو بينشط اللي بيمنع اللي هو الانتي ثرومبين 3 اللي ما لهوش علاقه بالثرومبين، اسم مش على مسمى. بيتعب الخير، بيوقف 9 10 11 12. اما الدايكلورول ده بيوقف فيتامين كي اللي مهم لعمل المره العاشره، ثرومبين 7 9 10. ادي اهم عقارين بيمنعوا التجلط في العالم، الهيبارين اللي هو بينشط انتي ثرومبين 3 اللي بيمنع 9 10 11 12. والدايكلورول بيوقف مش ينشط، بيوقف فيتامين كي، كومبيت فيتامين كي اللي مهم لعمل البروتون جروب، ثرومبين 7 9 10. طيب نيجي ديس اوردر اوف هيموستاسيس، امراض. لو عيان عنده ليفر ديزيز ابن كل كوجيليشن فاكتور بيتكونوا فين؟ الليفر ما عدا 13 في البليت 8 في الليفر، في الليفر بس لوحده ما ينفعش، محتاج معاه البومبري تاني. يبقى تاني 8 و13 دول اللي تحطهم في ذهنك، 13 ده بيتعمل في البليت 8 في الليفر بس محتاج البومب. فبوظان الليفر يبوظ الكوعبيليشن. نقص فيتامين كي مهم لعمل الترسومين جروب يبوظ الكوعبيليشن. نقص الكالسيوم الانوايز كالسيوم يمبير الكوعبيليشن. ست بليدي اهم سبب نقص فيتامين كي. مرض عام يصيب الميل والديميل ويبوظ انترنسك ويسنسك. قلنا الكلام حتى في الكيسز. طب ايه اشهر سبب لنقص فيتامين كي؟ هما ما بيجيبوش اي حاجه في امريكا. عيان عنده
عنده انسداد في القنوات البلعية. صح؟ يبقى لازم نعمله عملية عشان نشيل الحصوة. لأن العملية خطيرة جدا. ليه بقى؟ لأن الفيتامين كي بيدوب في الفات. بيدوب في الفات، فات صلب. وامتصاص الفات يحتاج إلى الرصانة المرارية. فاللي عنده انسداد في القنوات المرارية ما عندوش الرصانة المرارية. أو القناة معكوك. فما بيمتصش الفات وعليه لا يمتص فيتامين كي. يبقى تعملوا عملية ينزف لحد ما يموت. لازم قبل العملية تحقنوا الفيتامين. كيف ما بنقوش أي حاجة، ما بنقوش الحاجات الهبلة بقى اللي هو بيبي مثلا الستسترايل أو واحد ياخد أنتي بيلي بنقوا أهم حاجة في الإنسكين. ويأثروها في ذهن الطالب. إحنا داخلين على راجل عنده حصوة في قناة المرارية نشيل العملية. ما ينفعش يدي في موت. ليه؟ لأنه مفيش وصلة مرارية بتوصل للتستن، مفيش امتصاص للفات، مفيش امتصاص للفات سولب الفيتامين هو فيتامين كي. فلازم قبل العمليه تديله فيتامين كي، والا ما عندوش برسومي جروب هينزل لحد ما يموت. فبيجيب لك اهم سبب ويؤثره في ذهنك. انتوا بصراحه. هيموفيليا مرض خاص بالولاد، خاص بالانفنت. صح؟ قلنا مين اللي طويل عنده؟ حاجتين بس. هو اجريشن تايم والاكتيفيتد بارشال ترومبوبلاستين تايم. مين اللي نورمال؟ ليدنج تايم وثرومبين تايم. انواع الهيموفيليا اي بي سي الاسباب ده صوت 8 9 10 10 اسمه ايه؟ نجمة الفاتحة. طيب البيبرا بحرف البي مرض متعلق بالبيبرا. اونلي ليدنج تايم هو اللي هيبقى ثرومبين. طب ناخد العكس بقى اللي هو الاشهر رغم ان كتابنا كاتبها في حته صغيره. الناس معظم الناس ما بتموتش من بيدنج تندنس، بتموت من انترا باسكر بروك. ثلث الناس بيموتوا من جلطه خطا في الكروناري فيسنس. دول ليهم سببين: تصلب الكروناري فيسنس اتروسكلوزيس او ستاجنيشن اوف بلاد، اي ركود في الدم. واحد بعد عمليه مش عاوز يقوم يتحرك من الالم، ست بتولد مش عاوزه تقوم بعد الولاده في الالم، واحد قاعد في طياره السكشن كبير سكته كبير اسف وقاعد بقاله 14 ساعه في الطياره. دم بقى بطيء جدا، يبقى اي اكتف بروتين فاكتور مش هيلحق يروح ليفر تو بي اكتيفيت. يبقى مين اهم سببين في العالم للجلطات؟ تصلب الشرايين ثم تصلب الشرايين ثم تصلب الشرايين ثم سلوينج اوف بلاد فلو. عشان كده في الطيارات لما يبقى الرحله طويله يقول لك حرك رجليك ويقعد يجيب لك على السكرين ايه التمرينات اللي بتعملها، قوم اتمشى شويه في الاي في الممر وهكذا. طيب ده انت باسكر كلوت تست بقى. Bleeding from small cut in skin. يبقى ده bleeding time. وظيفة مين ده؟ Platelets. طيب يبقى لا لما يطولش في نقص فاكتور 8. لما هو مش عارف coagulation factor. لما بعمل لك التجربة اللي عملتوها في العمل. بتشك ايدك بالدبوس وتنشف الدم بيقف في الجلطة. بيبقى فاكتور 8 ولا أي فاكتور آخر. بيقف بالبازو كونستيكشن وبليتلت. طيب يبقى معتمد على Platelets. المده من 3 ل 5 مات. اسئله بقى جميله عباره عن كومون سنس. دلوقتي انت الستيكر يعني لو حاجه بتندف تبردها ولا تسخنها؟ تبردها لان الهوده بتعمل بازو سخونه بتخلي وشك احمر تعمل بازو فتندف. كومون سنس ايدك بتنزل تدليها ولا ترفعها لفوق؟ ترفعها. اذا كانت بترفعها لفوق يبقى وصول الدم ليها اصعب فالنزيف يبقى اقل. لكن لما تدليها الجرافيتي هتشد الدم ناحيه كده فهند كتير. يبقى ليه اسئله كومن سنس. في عدد من الاسئله في الامريكان سيستم يقول لك احنا هنسال ناس حاجات مش ما خدوهاش ما عرفوهاش يفكر. تكريت ناس بتفكر. طيب بليدنج تايم قلنا بيطول لو البليتلت كاونت تحت كام؟ مين فاكر اصلا؟ 50,000 او البليتلت ضعيفه يسموا المرض ايه؟ ترومبو استينيا. استينيا يعني ضعف. قلنا التنين هو اللي هتكون. وبتطول في الكواجيليشن تايم يعتمد على الكواجيليشن فاكتور اللي هم بيتعملوا في الليفر فيجيبها لك بطريقه اندايركت. يبقى لو عيان عنده ليفر ديزيز هيبقى عنده كواجيليشن تايم طويل. نو برونجد مالهاش دعوه بالبليت ولا لما الكالسيوم ينقص. ليه؟ افهم الكالسيوم دي ليها قصه. الكالسيوم مهم جدا للتجلط. بس لو نقص